نروح بقى لصفقة المدافع السنغالي المخضرم كاليديو كوليبالي مدافع نابولي اللي كان فيه كلام كتير عن مفاوضات لانتقاله برضو لبرشلونة أو يوفنتوس أو باريس سان جيرمان لأن عقده بينتهي 2023. إدارة نابولي بتفكر في الاستفادة منه ماديًا. لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي دخل في تحدي كده شرس مع كل الأندية اللي بتحاول تتعاقد مع اللعيب السنغالي، وبلغ سباليتي إدارة نابولي بأن هو هيقدم استقالته من تدريب الفريق لو سمحوا برحيل كوليبالي لأي فريق، خاصة بعد رحيل نجم الفريق وقائده لورينزو إنسيني لنادي تورونتو في الدوري الأمريكي، كمان مع احتمالية رحيل بعض نجوم من الفريق زي دريس ميرتنز وديفيد أوسبينا.